أفكار ضد الرصاص بالموسيقى والرسم والفكرة، هكذا قرر الشباب المصري التعبير عن حاله وما يجول بخاطره وإيصال صوته بطرق راقية تليق بعالم اليوم المتحضر الرافض للعنف والباحث عن الحرية والعدالة والسلام. لازم تبقى حر حتى في تعبيرك، يعني أنت يعني حر، فأنت مثلا بترمز لحريات، بترمز مثلا حاجات فيها رفض انت ما كنتش مثلا انت مش قابلها على المجتمع نفسه. فانا اعتقد ان دي يعني محكمه شعبيه بتتولد تاني وبتتوصف تاني، ان الشعب بياكد ان هو ملك الارض. لنفكر ونعيد ونزيد ونعيد من تاني، واحنا ممكن نمشي ورا الباقيين. ما زال شباب الثوره يواصل طريق النضال حتى بعد التغيير لتحقيق أهداف ثورتهم عبر أغاني العصر المعبأة بالرسائل الفكرية والمعبرة عن مطالب وآمال وطموحات الشباب. هم كل يوم يبتكروا الوسائل الجديدة والأكثر تأثيراً لإظهار استيائهم من بطء وتيرة الإصلاح. قبل الثورة كان في تحكم، إن أنت لا ما تنسمتش، دي الصورة دي تتشال، ما ينفعش تحط ده، ليه ده ما ينفعش، الكتابات دي ممنوعة. دلوقتي انت بتعبر، انت الثورة دي معمولة عشان تقول او تقول لا، علشان تعرف مصر ايه. لوحات تصور فصول الانتفاضة المصرية على مدى شهورها الماضية، ورسوم كاريكاتورية تحكي قصة شعب ثار وانتفض وخاض حربا بلا سلاح فيها انتصر. الرسامون هؤلاء ولدوا من رحم الثورة وترعرعوا في فضاءات العالم الافتراضي ليتواصلوا مع العالم أجمع عبر لغات العصر المتمدن الذي فيه الإنسان هو القيمة العليا. Ba 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 ba